بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع، ملاحظات هامة وسريعة عن حدادة السقف الفلات السلمي. بالنسبة للبانشنج، البانشنج هو اختراق الأعمدة للبلاطات. العلاقة علاقة ورقة وإبرة. يعني إيه؟ يعني عندنا ورقة وإبرة، فقطاع الإبرة رفيع وقطاع البلاطة صغير الورقة، فأي إبرة هتخرم أي هتخترق أي ورقة. لذلك علشان الإبرة ما تخترقش الورقة، يا إما نزود سمك الورقة أو إن إحنا نزود قطاع الإبرة. طيب عشان كده بنلاحظ الكلام ده بيكون موجود في الصورة اللي موجودة أمامنا، إن ده موجود في آخر دور. آخر دور المصمم أو المنفذ فضل يقلل قطاع العمود، يقلل قطاع العمود لحد ما قطاع العمود قل جدا، وسمك البلاطه برضو قل جدا. ليه؟ لان ده اخر دور مفيش لايف لود عليه، فلان مفيش لايف لود عليه فقص الاعمده وقلل قطاع وسمك البلاطه، فحصل البانشنج اللي موجود في الصوره دي. طيب عشان ما يحصلش بانشنج، المفروض ان انا بعد كل تصميم للبلاطه وكل تصميم للقطاع العمود، المفروض ان انا اعمل تشيك بانشنج على كل حاجه. طب حصل ان هو كان انسيف. الحل الاول ان انا ازود سمك البلاطه بتاعت السقف الفلات. الحل الثاني ان انا اعمل دروب بانل بالشكل ده. الحل الثالث ان انا اعمل دروب بانل ويز كولوم هيد، او اعمل كولوم هيد الاول. طيب لو برضو ان سيف، اعمل دروب بانل ويز كولوم هيد، اعمل الاثنين مع بعض. يعني اما ازود سمك بلاطه، او احط تحتيها بلاطه صغيره كده اسمها دروب بانل، او احط الدروب بانل ده اخليه سمك كبير، او ان انا اعمل الاثنين مع بعض، اعمل الكولوم هيد مع الدروب بانل الاثنين مع بعض. بشكر حضراتكم، بسالكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.